السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم امون من قناة تشايلد شيكس، طبعا اشكركم شكرا ثم شكرا ثم شكرا لكل حد يعني سعى يدعمني، والحمد لله لك يا رب فضل من الله ثم بفضل دعمكم وصلنا ل 400 مشترك ويا رب الى الاعلى باذن الله تعالى مع مرور الوقت. امون والمقطع عشوائيات المتابعين، انا اسفه سامحوني، طبعا انا صار في مشكله من ناحيه المقطع احولها من الأوكيلس للجهاز، ومن الجهاز لهنا، ويارا يارا سامحوني والله يعني فحبيت اعوضكم باخبار يعني تخص الشو داون للمعرقين يعني حرفيا المعرقين راح يهتمون لهذا الامر، طبعا اللي يقول مثلا من وين تجيبين هالاخبار طبعا انا اجيبها من خلال بحثي في الانترنت في اليوتيوب وفي كل مكان، يعني حرفيا انا اتعب على هذا المحتوى، وفوق هذا فوق ما اني انا اشوف الاخبار اروح اتاكد من صحتها ومن ثم انشرها، ما اني خلاص اشوف الخبر يلا كوبي بيست حطي في كوبي بيست، لا لا انا اتاكد من معلومته ومن ثم انشرها يعني، فاتمنى انكم يعني تقدرون تعبي بالاشتراك وباللايك وبالنشر لاخويانكم علشان باذن الله تعالى نوصل يعني اعلى عدد مشترك وطبعا موضوعنا اليوم اللي هو عن الليدر شو معناته الليدر بورد اللي هو القائمه المفضلين اللي يحسب عدد المراكز مثلا هل انت مركز الاول من ناحية عدد القتلات عدد الفوزات وكل حاجة مثل ما انتم تشوفون من هذا اللوحة والقائمة اللي هو مثلا عدد الفوزات مثلا هذا الشخص جاب فوزات اعلى واحد وكل الناس يقدر يشوفون اسمك فيب اكثر حاجة يهمهم المعرقين فبعضكم يقول امون طيب ما هو من العدالة يعني انا ما فعل ريكرون بلس ظروفي ما تسمحني ان افعل مايكرون بلس والناس الحين راح يوصلون لاعلى المراكز وانا لسه ما اقدر العبها لازم انتظر للتاريخ 18 علشان العبها واوصل لاعلى المراتب امون doesn't ميك سنس ما في اي مشكله لا تحاتون ادمن من أدامنا الريكروم كتبت مقاله او كتبت رساله بالاصح مو بمقاله آمنة ايش قاعد تسوي كتبت للناس اللي مفعلين ريكروم بلس حاليا حاولوا توصلون لاعلى ليدر بورد اوكي اعلى المراكز وكذا لان تاريخ 18 راح تتجدد كيف راح تتجدد بالاصح راح ترجع من الصفر فتاريخ 18 راح ينشرون الاسماء الاوائل اوكي في حساباتهم الشخصيه فيب اللي عنده ريكروم بلس ومعرق استغل الفرصه عشان تاريخ 18 راح يحطون اسماءكم في ال شو اسمه حساباتهم التواصل الاجتماعي ولا تحاوتون اللي ما مفعلين ريكروم بلس ما في اي مشكله تاريخ 18 راح تتجدد وبذلك يعني شدوا الهمه من ناحيه الكلات من ناحيه الفوز عشان تطلع اساميكم ما شاء الله في المراكز الأولى، وفي خبر ثاني بعضكم كان يعاني من مشكلة الكنترولر وفي بعض مشاكل كانت في الشوداون بما إنها لعبة يعني جديدة أكيد بيكون فيها أخطاء كثيرة، فأبشركم إن كوتش رسلت رسالة بإنه يعني تصلحت هذا الجلتشات مثل ما تشوفون في الديسكورد حطت النوع المشكلة وأن هذا المشكلة إنحلت الحمد لله، وبس هذا هو اللي حبيت أخبركم إياه اليوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس التنبيه عشان توصل مقاطعي اول باول اسال الله انه يفرحكم ويجبر بخاطركم دنيا واخره اشوفكم في مقطع جاي <applause> مع السلامه